السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده ان شاء الله في الفيديو ده هقول لك على ازاي تتخلصي من الحبوب في خلال يومين ثلاثه بالكتير جدا. لو انت حابه الفيديو كملي معايا للاخر، بس ما تنسيش قبل ما تبدا الفيديو تعملي لايك، ولو انت اول مره تشوفيه انسي على الزرار الاحمر اللي تحت اللي هو سبسكرايب وفعلي علامه الجرس. يلا بينا نبدا الفيديو. المنتج اللي انا جربته له فعلا قضى على الحبوب، طبعا زي ما انت شفت بشرتي في الصور، وكنت اللي متابعيني عارفين ان بشرتي كانت مدمره شويه من الحبوب. النهارده بقى الغسول اللي انا هتكلم عليه النهارده هو اصلا لكل انواع البشره، وكمان خاص جدا للبشره الدهنيه. البشره دلوقتي اللي احنا هنتكلم عليها البشره اللي فيها حبوب او البشره اللي متعرضه للحبوب. تيجي تدوري على اي منتج عشان يعالج لك الحبوب لازم يبقى فيه حمض الساليسيك. تمام، حمض الساليسيك ده هو اللي بيحافظ على ان البشره ما يطلعهاش حبوب. عليه كده باختصار هو بيساعد على تقشير البشره الطبقه الخارجيه للجلد. دي اول نقطه. حمض الساليسيك ده استخداماته كتيره جدا في الاكزيما والصدفيه وكمان الحبوب، وكمان هو بيذيب الدهون اللي هتبقى على البشره اللي هي اصلا بتسبب لنا. ده على السريع انا قرات عنه، هو بيقول مستخرج من شجره الاستفصاف، وكمان هو المستحضر بتاعه بي اتش اي، هو حمض بيتا هيدروكسي. ويقول لك ان الحمض ده بيذيب كل الدهون اللي على البشره، وكمان لما بيذيب كل الدهون على البشره بيتخلص لك من الرؤوس البيضاء والرؤوس السوداء. فلما تيجوا تدوروا على منتج للحبوب او لتقشير البشره هاتوا في حمض الساليسيك. الغسول فيه مكونات حلوه جدا وسعره 95 جنيه، وكمان العبوه بتكفيكي شهرين ثلاثه على حسب طبعا استخدامك، وهقول لك تستخدميه كم مره. اتكلم عن مكوناته وهسيب لكم صوره الغسول في اخر الفيديو. اتكلم عن فوائد الغسول ده واللي هو مفيد جدا للبشره. مكونات الغسول هو متكون من خلاصه الزعتر والشاي الاخضر وكمان حمض الساليسيك. فوائد خلاصه الزعتر تساعد على التخلص من البكتيريا اللي موجوده على الوش، والبكتيريا دي هي اللي بتسبب الحبوب اللي بتطلع لنا في البشره. خلاصه الشاي الاخضر مطهره للبشره. حمض الساليسيك اسيد وانا شرحته في اول الفيديو. حمض الاستريك هو مضاد للاكسده، بيعمل عليه توحيد لون البشره. في كل مكونات الغسول مفيده جدا للبشره. اخر مكون معانا هو الجليسرين، والجليسرين احنا عارفين بيساعد على ان هو بيرطب البشره عشان يمنع البشره من الجفاف. مميزات ايه الغسول ده يا سر اللي انت عماله تتكلمي عن فوائده الكتيره قوي وتركيباته الجميله؟ ايه هو الغسول ده فوائده ايه؟ طيب تخلصي من دهون البشره اللي هي بتسبب المقسمات وتسبب الرؤوس البيضاء والرؤوس السوداء اللي احنا مش بنحبها خالص على بشرتنا. تاني حاجه بيقلل من ظهور الحبوب بسبب خلاصه الزعتر اللي فيه، في اللي هي بتموت البكتيريا اللي هي اصلا بتسبب الحبوب. كمان بيساعد على تقشير البشره عشان كمان في حمض الاستريك. قلنا فوائده الرهيبه وتركيباته، وكمان قلنا مميزاته. طب هو اكيد في عيوب، مش مفيش منتج بيبقى كامل، فالاكيد المنتج اللي بتكلم عليه برضه في عيوب. اول حاجه ان هو ممكن يسبب لك جفاف للبشره. طب هتقولي لي ازاي ان هو اصلا خالي من الصابون وكمان كل الفوائد الرهيبه اللي انت قلتي عليها دي؟ اه، ممكن يسبب لك جفاف للبشره لو انت اصلا بشرتك متعرضه اللي هي بتبقى فيها جفاف او قشره. طب احنا ممكن نتفادى الحته دي بحاجه، اللي احنا ممكن نرطب بعدها بمرطب كويس خاص بالبشره الجافه. تمام، اما لو بشرتك دهنيه وبشرتك مخترطه زي كده، لا ما تخافيش مش هيسبب لك اي جفاف في بشرتك. يحصل لك ان هو ممكن يظهر لك حبوب. طب انت هتقولي يا ساره مش انت قلتي ان هو اصلا ما بيشيل الحبوب، بس هو ممكن يطلع لك حبوب في خلال يومين وبعد كده بتروح تاني ان هو بينظف لك البشره. مش احنا قلنا في اول الفيديو ان هو اصلا بينظف البشره وبيشيل اللي هو الدهون اللي على البشره؟ فما تخافيش لو طلع لك حبوب من اول مره او تاني مره وبعد كده هتلاقي الموضوع طبيعي جدا معاكي. طيب قبل ما تشتري حاجه لازم تكوني عارفه ان المنتج ده المكونات اللي فيه مش تعمل لك حساسيه، عشان لو عملك اي حساسيه هيسبب التهاب في البشره وكمان تهيج في البشره واحمرار. طب انا قرات عنه شويه وبيقول لك ان الموانع لو انت حامل وبترضعي ما ينفعش تستخدميه اول 3 شهور من الرضاعه، من الحمل والرضاعه 3 شهور، من الحمل 3 شهور والرضاعه 6 شهور. اسالوا الدكتور بتاعكم لو انتوا حامل عشان ما يحصلش اي لخبطه. تستخدمه مرتين صبح وبالليل بس كده، بعد كده بتستخدمي الروتين بتاعك. طب هل تكتفي بالغسول بس عشان يشيل الحبوب؟ لا طبعا، لازم تقشير لبشرتك، لازم تحطيه على الحبوب في سكورت او في يوزدين او جروميسين. ما ينفعش ان انت تقولي لا انا هكتفي بالغسول وخلاص. حتى لو انت بشرتك دهنيه لازم برضو تستخدمي مرطب وروتين تمشي عليه بجانب اللي انت تحطي على الحبوب في سكورت او في يوزدين. وطبعا كنت بتكلمي بالتفصيل عن في سكورت وازاي تستخدميه للبشره. طبعا ما تكترش اكتر من 5 ايام للفيساكورت عشان فيه كورتيزون. طيب بما اننا خلاص خلصنا كل حاجه عن الغسول، عايز اقول لكم ان هو حجبه الحجم بتاعه 250 مللي اللي هو ده الغسول اللي بقول لكم عليه. ده غسول سونيبار، هو ده مناسب لجميع انواع البشره. طيب بصوا بقى، هو غسول رغوي، يعني هو ده حجمه، يقعد معاكي شهرين 3 شهور لو انت يعني مش بتاخدي بامب كتير، بس انا باخد بامبين. اوكي، هو غسول رغوي، يعني انت لو حطيتيه كمان على ايدك كده، غسول رغوي طلع رغوه، مش اللي هو جل اهو. انا كمان مش حاطه ميه كمان على ايدي، فاللي هو هيعمل لك رغاوي. طبعا ممكن الكاميرا ما تكونش موضحاه،
بس هو بدأ هو يعمل معايا رغوة. طبعا لو حطيت شوية مية هتبان اكتر عشان الكاميرا مش هتوضح. هو ده شكله وريحته حلوة جدا، مش وحشة وجميل. طب هتعمل هتستخدميه ازاي عشان الحبوب تتخف في بشرتك؟ اول حاجة زي ما قلتلك هتحطه على بشرتكو وشوية مية صغيرين وتقعدوا تراجعوه لمدة 60 ثانية على بشرتكو عشان نستفاد من الرغوة بتاعة الغسول. والأماكن اللي بتبقى فيها حبوب على البشرة حاولي تركزي عليها شوية كده بحركات دائرية كده، ومتغسلوش على طول، المسحرات جاية اهو عشان لو هتاخدوه سكرين. هو ده بقى ان في نقطة هتكلم عليها، كنت متكلمة في فيديو قبل فصول ستار فيل اللي هو الجيلو، كمان هو كان خاص للبشرة الدهنية. طب لو هقارنه بده، الاتنين حلوين جدا وكنت متكلمة عنه في فيديو قبل كده، هسيب لك اللينك تحت تعرفي ايه فوائده وايه مكوناته وسعره كام، كل حاجة هسيبها لك تحت في الديسكريبشن، ممكن تتفرجي عليه عشان لو انتي مش متاح عندك 95 جنيه، فهاتي التاني. الاتنين حلوين بس الفرق ما بينهم اللي هو ده بيقول لك ان هو ممكن يسبب جفاف للبشرة، التاني لا يسبب جفاف للبشرة، والتاني جل مش سائل رغوي زي ده. بس كده مكنتش طولت عليكم، وتحضر العيد بشرتك جميلة وصافية. يلا سلام عليكم، ما تنسيش اللايك للفيديو لو انت استفدتي، وما تنسيش تبعتيه كمان لكل اصحابك عشان بشرتك تكون على العيد حلوة ونضرة وجميلة. وما تنسيش كمان لو انت اول مرة تشوفيني، دوسي على زر السبسكرايب الاحمر وفعلت الجرس. سلام عليكم.